هو ذا رمضان قد قرب أن ينقضي، وها هي ذي الأيام تمضي بسرعة كسرعة البرق. لا لا يا رمضان لا تنقضي يا رمضان، لكم أسعد بنور هلالك، لأني من زمان وأنا أتطلع إليك وكل استعداد للتفرغ بوقتي مع ضوء فانوس الهدى لينطلق سباقي مع نفسي ومع العبادة ومع تطويع الذات لخالق الذات الله عز وجل. لكم كنت يا رمضان كريما في كل لحظة من لحظات شهرك والتي لا أعدها من ساعة الوقت، وإنما من نبض قلب الولهان بفضلك وخيرك يا رمضان. لا لا يا رمضان لا تنقضي هكذا، بعد أن كنت للروح شفاء من عطش التوبة والتقصير، لا تنقضي وأبق أيامك بالقرب من أيام عمري، فهي أحسن وأجمل أيامي لأنها أيامك. لا لا تنقضي يا شهر القرآن، فقد كنت أذوب بحلاوة القرآن. يا شهر الرحمة، فرحت بك وانتعشت بالذكر والتسبيح والاستغفار. كم أهواك يا شهر الصيام، فأيامك تنقضي بسرعة، وأنا بعد لم أكتفي بحضن نسيم أيامك يا رمضان. فينا نفحاتك يا رمضان عطر شدي ونور وبهاء، ليتك تبقى دائما بالقرب مني، لأنك أجود الشهور وأفضل الساعات وأحلى اللحظات. في أيامك يا رمضان يجود ربي بكل خير وبكل فضل وبهدايا وبمنايا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال امرئ. ليتك تبقى يا شهر الهدايا والخيرات يا رمضان. في أيامك يا رمضان تسعد الملائكة بحبنا، وتتلاءم أرواحنا، وتتنزل الملائكة والروح سيدنا جبريل عليه السلام في ليلة القدر المباركة. الملائكة تستغفر لنا، الملائكة تكتب حسناتنا، الملائكة في عرس كبير مع الإنسان. ليتك تبقى دائما يا رمضان. لا 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 تنقضي يا رمضان، فيك لضيوف الرحمن في بيت الله الحرام إبداع آخر من التقرب إلى الله، صوم وصلاة وصدقة، وأعظمها أجرا عمره تعادل حجه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيك الكثير من النفحات ومن الفضل، كل هذا الإحسان في شهرك تميز عن باقي الشهور الأخرى، إنه شهر الغفران، ولذلك أحزن لرحيلك ولانقضائك وانقضاء أيامك. فمن فضلك لا لا تنقضي يا رمضان. هذا العام شوقي الزائد لك له ما يبرره، لأدعو لإخواني في كل مكان أن يحميهم الله وأن يشفيهم من كل الأمراض ومن كل الأوبئة، وأن يغسلهم بالماء والثلج والبرد من كل الذنوب ومن كل الخطايا. هذا العام شوقي الزائد لك له ما يبرره، كي أدعو لكل العالم بأن يزيل عنا الله كل الشرور وكل الهموم. فرصة فرصة من الله عز وجل لكي يجعل كل شيء في صفحة بيضاء جميلة رائعة
ولكي نبدأ حياة أفضل وحياة أسعد بإذن الله. فرصة لسؤال الله وللدعاء في شهر لا يرد فيه الدعاء، في شهر فيه كرامات ولفحات إلهية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لا تنقضي يا رمضان، ففيك يا رمضان روعة الحظوة وجزيل اللطف لبطون صائمة ولألسن شاكرة ولعقول واعظة ولنفوس ذاكرة. لا تنقضي، فأنت من يشجعنا للتقرب برب العالمين. أنت الشهر الذي يحظى بكل العطايا والمنايا الربانية. لا تنقضي يا شهر الغفران، يا شهر الرحمن، يا شهر كل الخير. لا تنقضي من فضلك يا رمضان، يا رمضان لا تنقضي. فلكم أشعر فيك أني أحتوي أجمل اللحظات وأجمل الفرص للتضرع إلى الله بمسكن مشاعري. صدقا أتنفس صعداء العام المنهك لقواي، لأمضي في رحلة الصوم، وكل أمل أن يغفر الله لي ذنوبي ويتقبل توبتي ويصفح عن ضعفي ويرزقني حبه وحب ملائكته وحب عباده الصالحين. لا تنقضي يا حبيبي يا رمضان، لا تنقضي يا رمضان، فإن فيك الاستعداد الكامل، لأن الشياطين تصفد في شهرك وتغلق أبواب جهنم وتفتح أبواب الجنان، وكأنك تخطب فينا بقولك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبعد. لا تنقضي يا حبيبي يا رمضان، حبيبي يا رمضان، سأودعك بنفحات البركة على أمل اللقاء بك في العام المقبل، ولكن سأعدك أنني سأستمر على العهد والوفاء والعمل الصالح. لن ينقضي عملي ولن تنقضي توبتي ولن ينقضي إصراري على التقرب من ربي، فما خلقت إلا من أجل عبادته. اللهم اجعل حياتي كلها لله وعملي كله لله. اللهم لا تنقضي أيامي الخير بانقضائك يا رمضان، فحبك يا رمضان من حب الله، أحبك يا الله. رضاك يا ربي خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فدا أقصى أمانيها. اللهم يا رب اعتقنا من النار في هذا الشهر المبارك. اللهم يا ربي اجعل أوله خيرا ووسطه فلاحا وآخره نجاة من النار. ها هي دي الأيام القليلة الباقية، فيها ليلة خير من ألف شهر، استغلوها يا أحبتي في طاعة الله ورضا الله. 10 أيام فيها ليلة خير من ألف شهر، خير من أعمارنا، خير من حياتنا. القليل القليل يمكن أن يعيش هذا العمر 1000 سنة، فاستغلوا هذه الليلة، والله سبحانه وتعالى يجازيكم
جزاء أخير من كل عملكم طول حياتكم. اللهم لا تحرمنا من ليلة القدر المباركة، اللهم لا تحرمنا من حسن الخاتمة، اللهم لا تحرمنا من نفحاتك وبركاتك يا الله. سألناك بالتسبيح والتهليل والاستغفار أن تغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم آمين. يا ربي يا ذا الجلال يا ذا الإكرام يا رب رمضان، هب لنا من هباتك وخيراتك ونفحاتك وعطاياك، فإنك أنت الكريم المنان، وأنت المعطي وأنت الغني، وبابك واسع فافتحه لنا على مصراعيه. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدم إليكم هذا الفيديو من طرف عالم بهيجة دين ودنيا، أتمنى أن يعجبكم. إذا أعجبكم لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. هدفنا النفع، اللهم انفعنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين.